بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا التمرين الذي يتحدث عن المرجح ومجموعة النقاط في الهندسة الفضائية. الآن قال: الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس O E G K A و B نقطتان من الفضاء، حيث A إحداثية كالتالي و B G مرجح النقطتين A و B المرفقين بالمعاملين 3 و -2 و -3 على الترتيب. السؤال الأول قال: عين مجموعة النقاط A من الفضاء B حيث. الآن أولا علينا أن نقوم باستخراج إحداثيات، إذن إحداثيات المرجح. أولا إحداثيات المرجح G، سنقوم باستخراجهم لأن ربما نحتاجهم في حل هذه مجموعة النقاط. الآن إحداثية المرجح كما تعلمون تقول القاعدة ماذا؟ تقول إكس جي يساوي لنا هكذا، يساوي لنا المعامل، ها هو معامل الأ في إكس لأ، يعني 2 في 1 ناقص معامل البي، هو ناقص 3، يعني معامل البي في إحداثية البي هكذا، على مجموع المعاملات الذي هي ناقص 3 زائد 2. كم تعطي لنا؟ تعطي لنا 2 ناقص 9 على ماذا؟ على -1. إذا يصبح إكس جي يصبح يساوي لنا -7 على -1، ويعطي لنا ماذا؟ 7. إذا أولا نقول إكس جي يساوي لنا 7. هذه فيما يخص العملية الأولى الفاصلة. سنأتي الآن إلى الترتيبة. نقول إيغريك إيغريك جي يساوي لنا المعامل دائما 2 في الإيغريك هنا في 0 زائد معامل بي اللي هو -3 في ماذا؟ في إيغريك هنا في 1، على مجموع المعاملات دائما يبقى لنا ماذا؟ -1. يصبح إيغريك جي يساوي لنا -3 على ماذا؟ على -1، ويساوي لنا 3. إذا يصبح إيغريك جي يساوي لنا 3. نأتي الآن إلى زد جي بكل بساطة. إذا زد جي يصبح يساوي لنا نفس الطريقة، المعامل أكرر في الزد، يعني يصبح 2 في -2 معامل البي هو -3 في زاد كم؟ هو 0 على مجموع المعاملات، وتعطي لنا -4 على -1، لأن هذه تعطي لكم 0 تساوي لنا 4. إذا مباشرة نقول إحداثيات جي ما هي؟ هي 7 و3 و4، إحداثيات المرجح جي. قمت باستخراجها لأن يمكن لنا أن نستغلها في مجموعة النقاط، أو كذلك عندها سؤال في الأخير. الآن نأتي إلى عين مجموعة نقط أ بحيث 2 أم أ مربع ناقص 3 أم ب مربع يساوي لنا 6. هنا يمكن لكم أن تستعملوا المرجح كما يمكن لكم أن تستعملوا قاعدة الأطوال فقط. سنستخرجهم يعني بطريقتين، تابعوا. إذن أولا علينا سنقوم بمحي هذا الشيء الذي كتبته، لأن أنتم دائما أنصحكم بكتابة الحل حتى تفهموا بإذن الله. نحتاج إلا إحداثيات الجي، سأقوم بكتابتها هنا. إحداثيات الجي اللي هي 7 و3 و4 بكل بساطة. إذن هكذا، سنقوم قلت بعملية المحي هكذا. إذن تصبح ماذا؟ نأتي إلى مجموعة النقاط. إذن 1 مجموعة النقاط أم، لما نقول أم دائما يأتي في ذهني إكس إيغريك زد هكذا فواصل بينهم من الفضاء،
حيث ماذا قال؟ قال لنا اثنان ام a مربع ناقص ثلاثة ام b مربع يساوي ماذا؟ ستة. تابعوا جيدا. الآن أولا نستعمل قلت طريقتان، نأتي الطريقة نبدأ بالطريقة السهلة حتى يعني يفهمها الجميع، ثم نأتي إلى الطريقة التي نستغل فيها المرجح. إذا طريقة واحد، طريقة واحد، عفوا طريقة واحدة هكذا. كيف نقول؟ نستغل إحداثيات الأ والبي وإحداثيات الأم، تعلمون أنها هي إكس وإيكغراك وماذا؟ وزد. تصبح هكذا اثنان، ونفتح قوس، الطول أم أ ماذا يساوي؟ يساوي بما أنه مربع، يعني سنكتب هكذا، سأجرب أمامكم، يصبح إحداثية النهاية اللي هي ماذا؟ هي الأ، ها هي إحداثية الأ، هي واحد ناقص إكس مربع زائد صفر ناقص إيكغراك مربع، عفوا هكذا، العفو على بعض الأخطاء التي تحدث تصدر مني، هكذا زائد ناقص اثنان ناقص زاد مربع هكذا، ولكن لا تنسوا أنها مربع، تابعوا فقط، ناقص ثلاثة نفتح قوس في هكذا إحداثيات البي اللي هي ثلاثة، لأن النهاية ناقص البداية، بالرغم أن لو استعملت البداية ناقص النهاية لأنه طول لا يحدث لك شيء، لكن هكذا حتى تتعلم، ناقص إكس مربع زائد واحد ناقص إيكغراك مربع زائد صفر ناقص زاد مربع هكذا، إلا أنه لا تنسوا أنها مربعة، تساوي ماذا؟ تساوي ستة، هيا أمامكم. بما أنها مربعة ماذا يحدث؟ سيذهب مباشرة للجذر، إذا تبقى هكذا، تبقى لنا اثنان في، ونبدأ إذا قلت الجذر يذهب، هذا الجذر يذهب، ونبدأ الآن بماذا؟ بعملية النشر، نبدأ بعملية النشر أمامكم ونلاحظ ماذا يحدث. إذا هذا نقوم بنشره، ما هو؟ مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء، عفوا ناقص ضعف الجداء يعني جداء شهير رقم اثنان ناقص ضعف الجداء، زائد هذا يعطي لكم بما ان ايكغراك الصفر ناقص ايكغراك الكل مربع، ماذا يعطي لكم؟ يعطيكم كانما هكذا ايكغراك ناقص ايكغراك مربع، يعني يصبح ايكغراك مربع، زائد هذا تقولون انه ربما اي جداء شهير، انه الجداء الشهير رقم واحد، انه الجداء الشهير رقم واحد، وركزوا كيف يعني ناقص اثنان زائد عفوا ناقص زاد مربع، هذه في الأصل لو نستخرج الناقص هنا فقط، لاحظوا فقط ناقص في اثنان زائد زاد هكذا الكل مربع، لأن استخرج الناقص، ولكن بما أنه مربع تصبح هذا ماذا؟ يصبح زائد، احذروا من هذه العملية، وإن لم تقدروا أن تعرفوا أنه يعني ليس جداء شهير رقم واحد أو اثنان لم تعرفوا، قوموا بعملية النشر هكذا، ناقص اثنان ناقص زاد في ناقص اثنان ناقص زاد، وقوموا بعملية النشر هذا في هذا، ثم ستجدون نفس الطريقة، يعني حتى إن لم تفهم أو كيف أنه جداء شهر رقم واحد أو اثنان أو ثلاث، قم بعملية النشر، ستخرج النتيجة نفسها. إذا هنا ماذا يصبح؟ مربع هذا أربعة زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء اللي هو أربعة زاد هكذا. نكمل. إذا أنا دائما أقوم بعمل الشرح هذه، أنتم دائما أي شيء سأشرحه أنصتوا إليه جيدا حتى تفهموا هكذا. في نفس الشيء قلت أنه يذهب الجذر، نبدأ ب مربع الأول زائد الثاني ناقص ضعف الجداء هكذا، زائد مربع الأول زائد الثاني هكذا ناقص ضعف الجداء هكذا، زائد هذا ماذا يعطيناكم؟ نفس الطريقة بالنسبة إلى يعطيكم زاد مربع، زائد زاد مربع تابعوا يساوي ستة. الآن نكمل عملية النشر. ما معناها نكمل عملية النشر؟ يعني ندخل هذه الاثنان هنا وندخل هذه هنا ونلاحظ ماذا يحدث. سيحدث هذا، يصبح اثنان إكس
عفوا عفوا العفو، اثنان زائد اثنان اكس مربع ناقص اربعة اكس زائد اثنان ايجراج مربع زائد ثمانية زائد اثنان زائد مربع زائد ماذا؟ زائد ثمانية، ثمانية العفو زائد الآن ناقص سبعة وعشرون ناقص ثلاثة إكس مربع زائد ثمانية عشر إكس ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة إجراج مربع هكذا ناقص ستة زائد ستة إجراج ناقص ماذا؟ ثلاثة زائد مربع يساوينا كم؟ ستة. نتابعوا فقط الآن، تابعوا ماذا يحدث. الآن نبدأ بالقوى هي الأولى، نبدأ بالقوى يعني أكبر الحدود أكبر الأسس نبدأ بها. عندي هذا مع هذا، كم نتحصل؟ نتحصل على ناقص إكس مربع. أنا أفعل هذا يعني ليس اختزالا وإنما حسابا يعني، هذا أول. نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى هذا مع ماذا؟ مع هذا. كم يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص إجراج مربع. ثم ماذا؟ ثم نأتي إلى هذا مع ماذا؟ مع هذا. يعطينا ناقص زاد مربع. هذا الأول. الآن نأتي إلى الدرجات الثانية. الدرجات الثانية هي عندنا ماذا؟ عندنا هذا مع ماذا؟ مع هذا. كم؟ يعطي لنا زائد 14 إكس هكذا. عندنا كذلك ماذا؟ عندنا نأتي الآن إلى إجراك. أين الإجراك؟ الإجراك لا يوجد، يوجد إلا هنا. لاحظ زائد 6 إجراك. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا تابعونا وتابعوهم واحد واحد، يعني بقي لنا هذا مع ماذا؟ لم يبقى إلا تلك فقط، يعني بقي لنا زائد ثمانية زاد. الآن نأتي إلى الأعداد التي بقيت. لاحظوا عندي واحد مع هذا وعندي هذا مع هذا، لاحظوا وعندي هذا معه وعندي الناقص ستة. نأتي به، نترك الناقص ستة على الأخير، يعني تصبح اثنان مع الثمانية كم؟ عشرة. عشرة مع الناقص سبعة وعشرون ناقص سبعة عشر ناقص سبعة عشر ناقص سبعة عشر ناقص ثلاثة ناقص عشرون ناقص عشرون، ونأتي بهذا إلى هنا يصبح ناقص ستة. ناقص عشرون ناقص ستة تعطينا ناقص ستة وعشرون يساوي الصفر، يعني معادلة صفرية. الآن ربما بدأت تظهر بوادر هذه مجموعة النقاط. نتابع وأرجو أن لا أكون مخطئ في الحساب، اعذروني إن أخطأت في الحساب. تابعوا العفو هكذا. إذا نكمل، إذا ماذا يحدث؟ تابعوا تصبح تساوينا. الآن لاحظوا، ما رأيكم أولا أن نضرب هذه المعادلة في قيمة ناقص واحد؟ كل المعادلة ماذا تصبح؟ تصبح هكذا إكس مربع زائد إجراج مربع زائد زاد مربع ناقص 14 إكس ناقص 6 ماذا؟ إجراج ناقص 8 زاد زائد 26 يساوينا الصفر. الآن نلاحظ ما هي هذه مجموعة النقاط. أولا عندكم هذه الثلاثية، يجب أن تكون إكس مربع إجراج مربع زائد مربع، لا يمكن أن تكون فيها الناقص مثل ما كانت، أو تكون فيها مثلا مضروبة في اثنان. لو كانت هذه القيم العظمى، يعني هذه القيم المربعة مضروبة في اثنان، قوموا بالقسم على اثنان حتى تتخلصوا منها. كانت مضروبة مثلا في ثلاثة، أقسموا على ثلاثة، كل المعادلة أقسموها على ثلاثة. كانت مثلا مقسومة على ثلاثة، قوموا بالضرب في ثلاثة. المهم على الأخير يخرج هذه الثلاثية، يجب أن تكون إكس مربع إجراج مربع زائد مربع. هذا الشيء ربما سيأخذنا إلى أنها سطح كرة، ننتبه. لاحظوا كيف أفعل، يعني أستخرج المركز بطريقة بسيطة. تابعوا، نقول المركز مثلا يكون مثلا هذا المركز هو أوميجا. تابع،
دائما نأتي إلى هذا العدد، هذه أتركها كما هي، نأتي إلى هذا العدد مضروب في x كم؟ هو ناقص 14، قوموا بقسمته على 2. العفو، يعني أول شيء يعني سنكتبها على شكل معادلة، عفوا سنقوم بكتابتها على شكل معادلة كرة، أولا نعتذر على هذا الشيء. تابعوا جيدا، تصبح هكذا x أقسم هذا قلت على 2، تصبح ناقص 7 مربع زائد، قم بقسمة هذا فقط على 2، يصبح y ناقص 3 مربع زائد y زاد، عفوا زاد هكذا ناقص ماذا؟ قلت زاد ناقص، قم بقسمة هذا 4 مربع تساوي لنا ماذا؟ r مربع. الآن لو تلاحظون إلى المركز ظهر مباشرة، تابعوا فقط المركز، لاحظوا لو نسميه أوميغا، لاحظوا بكل بساطة أين ينعدم هذا الذي بالداخل، لو تجعلوها معادلة صفر يعني x ناقص 7 يساوي 0، يصبح x يساوي 7 يعني عند 7، وهذا عند ماذا؟ عند 3، هكذا عند 3، وهذا عند 4، عفوا عند 4، ولكن لاحظوا إلى هذه النقطة أوميغا، سنلاحظ ممكن ستكون شيء من الأشياء، لاحظوا هذه النقطة ليس من أوميغا، أصبحت ما هي؟ هي جي، يعني مباشرة أصبحت هي ماذا؟ هي جي، لاحظوا أنا جعلتها أوميغا فقط، لكن في الأخير ظهرت أنها نفسها هي 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 جي، ذو المركبات 7 3 4 هكذا. الآن بقي ماذا؟ بقي لنا نصف القطر، ها هو الآر كما تلاحظون، ها هو الآر، كيف نستخرجه؟ نستخرجه بطريقة بسيطة، تابعوا استخراج الآر، إذا كيف إذا نأتي لاستخراج الآر، نربع هذا، نربعه يعني نربعه كم؟ 49 عفوا 49 زائد هذا 9 زائد ماذا؟ 16 ناقص، أتوا بهذا ناقص r مربع يساوي هذه الزيادة التي بقيت هنا، لو كانت لا توجد اجعلها الصفر هكذا. الآن بقي ما هو المجهول الذي أصبح في هذه المعادلة؟ ما هو؟ هو الأساس، سنقوم باستخراجه، نصف القطر. تابعوا عندنا ماذا؟ 49، سنأتي سنقوم ب سنجعلها معادلة صفرية، أولا سنأتي بهذا العدد إلى هنا يعني يصبح موجب، وهذا سالب، تصبح 49 زائد 9 زائد 16 ناقص ماذا؟ 26 يساوي لنا r مربع. الآن لو يعني نقوم بجلب الآلة الحاسبة، يعني معنا سنقوم بجلب الآلة الحاسبة، ماذا نقول؟ نقول 49 ناقص زائد، العفو قلت إذا 49 زائد 9 زائد 16 ناقص 26 أعطت لنا كم؟ 48، أعطت لنا 48، لاحظوا جيدا، أعيد 49 زائد ماذا؟ 9 زائد 16 ناقص، قلنا ماذا؟ ناقص 26 أعطت لنا 48، يعني تصبح r مربع، أي r مربع يساوي لنا كم؟ 48، يعني r ماذا يصبح؟ هو الجذر، إذا r يصبح هو الجذر 48، الجذر 48 كم هو؟ لو نستخرج يعني هو 16، المهم لا يهمنا كم يساوي، المهم هو في أصله هو 6 في 8 هكذا، يصبح لاحظوا r يصبح 6 في 8، إذا تصبح 2، سنستخرجها تبقى لنا كم؟ تبقى لنا 6 في ماذا؟ في
في اثنان، نعم يصبح r يساوي لنا كذلك هنا. لاحظوا لاحظوا فقط الأمر بسيط، يصبح اثنان في ثلاثة في ستة في اثنان، تخرج كذلك الاثنان تصبح كم؟ أربعة، جذر ماذا؟ جذر ثلاثة. إذا نصف القطر r يصبح هو أربعة جذر ثلاثة. ما هي هذه؟ هي سطح كرة. إذا مجموعة النقط، لماذا لم أتكلم في الأول؟ لأن الذي يعين سطح الكرة هو هذا البعد الذي نجده. إذا وجدناه مثلا عدد موجب فهي سطح كرة، إذا وجدناها عدد سالب نقول مجموعة خالية، إذا وجدناها صفر فهي نقطة واحدة هي النقطة جي. إذا مجموعة النقط أ هي ماذا؟ هي سطح كرة S، نسميها مثلا S، هي سطح كرة S مركزها جي، ونصف قطر قطرها كم؟ هو أربعة في جذر ثلاثة. هذا هو الأصل هذا التمرين. هكذا إذا سنكمل مع السؤال الثاني. قال عين F مجموعة النقاط أم من الفضاء بحيث أم A مربع ناقص أم B مربع يساوي لنا 45. يعني إذا تعيين مجموعة النقاط ام احداثية اكس ايغريك زاد لانها في الفضاء، حيث ماذا؟ ام ا مربع ناقص ام بي مربع يساوي لنا كم؟ 45. الان كما تعلمون ان هذه ام ا هي طول، هي طول ام ا، يعني نقول هكذا، نقول ام ا او ام كلاهما، يعني تصبح مباشرة نعمل بعن قاعدة الطول. ماذا نقول؟ نقول هكذا x ناقص x a اللي هو واحد مربع، أنا قلت a a a m a m a أو a m متشابها، زائد y ناقص صفر مربع زائد z زائد اثنان مربع ناقص هكذا، نأتي إلى البي x ناقص ثلاثة مربع مربع زائد و إيغريك ناقص واحد مربع زائد زاد ناقص صفر مربع هكذا، نغلق الحاضنة تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 45 هكذا. إذا قلت 45، الآن بعد عملية النشر ستذهب كل إكس مربع مع أول إيغريك مربع والزد مربع في الأخير، يعني نتحصل يعني بعد الحساب نتحصل على أربعة إكس زائد اثنان إيغريك زائد أربعة زاد ناقص خمسون يساوي صفر. يعني في الأخير ستتحصلون على هذا العمل، يعني أنتم أكملوا النشر ستجدون هذا بإذن الله. هذه ما هي؟ تصبح إف، وتلاحظون هي معادلة لماذا؟ لمستوي. إذا هي F هذه ما هي؟ هي مستوي إذا سميناه بي، معادلته ما هي؟ عفوا قلت معادلته، شعاع معادلته هي هذه، وناظمه هو شعاع ناظمي أن كم تكون مركبته؟ هي القيم المضروبة في المجاهيل اللي هي أربعة واثنان وأربعة، هذا هي الشعاع النظيمي، أن المستوي يحتاج إلى شعاع نظيمي. للتذكير فقط، لو أعطي في الأخير كلها تحصلنا مثلا على إكس زائد ستة يساوي صفر. ما هي هذه مجموعة النقاط؟ تذكروا هذه مجموعة النقاط هي مستوي ذو الشعاع النظيمي فقط، النظيمي هو المضروب في الإكس هو واحد، والإيغريك لا يوجد والزد لا يوجد، هذا شعاع نظيمي. ممكن تتحصلون في الأخير، ممكن بعد حساب ربما ستجدون زاد يساوي مثلا صفر. ما هي الشعاع؟ شعاع ناظمي صفر صفر واحد. إذا هذه الحالات الخاصة أوصيكم احذروا منها. الآن نأتي الآن إلى السؤال، إذا قلت هذا مستوي، نأتي أتحقق من أن نقطة جي من مجموعة هي من مجموعة اف، يعني هذه النقطة جي التي وجدناها إحداثيات سطح الكرة ذو المعادلة ذو الإحداثيات أربعة
سبعة وثلاثة وأربعة، هذه تحصلنا عليها. يعني هذا، لهذا قلت أوصيكم بكتابة نص الحل. نأتي إلى ماذا؟ أن هذه الإحداثيات، إذا نقوم هنا بعملية المحي هكذا، نترك إلا معادلة المستوي لأننا نحتاجها، والباقي نقوم بالمحي. إذا نقول التحقق أن جي تنتمي إلى اف، إلى ما هي اف؟ يعني مجموعة النقاط، يعني جي نتحقق أنها تنتمي إلى المستوي بي. ماذا نفعل؟ نأتي بإحداثيات جي مباشرة. ها هي إحداثيات جي، تابع فقط. الجي هي سبعة وثلاثة وأربعة، نقوم بتعويضها هنا هكذا فقط. إذا وجدنا هذه في الآخر صفر، نقول على أن النقطة تنتمي إلى المستوي. تابعوا، نعوض. ماذا تعطي لكم؟ عوضوا هنا، تعطي لكم 28 زائد 6 زائد 16 ناقص 50، كم تعطي لكم؟ لو تعطوا بالله الحاسب سوف تعطيكم الصفر. ومنه جي تنتمي إلى بي، يعني تنتمي إلى هذا المستوي. لكن تذكروا شيء، أن جي هي ماذا؟ هي مركز سطح الكرة. إذا جئنا إلى هذا الشكل كما تلاحظون، ها هي النقطة جي هنا، وها هو أيضا هذه. وقلنا أنه نصف القطر، نصف القطر لهذه سطح الكرة، ها هو نصف القطر، وضعه هنا. قلنا كم هو؟ أربعة جذر ثلاثة. الآن قمنا بحساب البعد، لاحظوا ها هو المستوي مثلا بي، تابعوا فقط، ها هو المستوي مثلا بي. قمنا بحساب بعد بين النقطة جي وهذا المستوي، لو نحسبها كم نجدها؟ نجدها صفر، لأنها تنتمي، يعني هذه النقطة جي هي هنا على المستوي. يعني هذا المستوي لو نقوم الآن برسمه كما تلاحظون، سأقوم الآن برسم هذا المستوي هكذا، سيكون هكذا هذا المستوي كما تلاحظون هكذا. هكذا هذا المستوي سيكون، يعني لا أظهر الجهة الخلفية حتى، يعني هكذا يظهر لنا هذا، عفوا هذا نصف القطر. هذه النقطة جي تنتمي إليه. الآن يعني ماذا نقول عن وضعية ما هو تقاطع المجموعتين؟ المجموعة الأولى تذكروا هذه سطح كرة وهذا مستوي، تقاطع سطح كرة ومستوي. الآن بما أن، ماذا نقول؟ تابعوا، سنقوم كذلك بالمحي. إذا قلنا جي تنتمي إلى ماذا؟ إلى مستوي. نقول بما أن جي تنتمي إلى ماذا؟ إلى بي، أي البعد بين النقطة جي والمستوي بي كم تكون؟ أكيد ستكون صفر، لأنه هي محتوى، هي تنتمي إليه. يعني ها هي النقطة جي أمامكم هنا في الشكل، والمستوي بي هو هذا المستوي بي الذي أوضحه هنا. تقاطعهم، لاحظوا جيدا، سأقوم هنا لو أرسم كذلك هنا عندكم سطح كرة، المستوي هذا يقطعها إلى اثنان هكذا، يمر على جي. يعني يظهر لكم دائرة، ها هي الدائرة التي تظهر هنا وهنا، ها هي الدائرة التي بدأت تظهر لكم، ها هي الدائرة، أكرر هنا، ها هي تلك الدائرة التي تنتج عن تقاطع المستوي وسطح الكرة، إلا أنه يمر في الوسط مثل حبة من البرتقال وتقسيمها إلى نصفين متساويين. حتى تقسيمها على نصفين متساويين يجب أن تمر بالمنتصف أو بنصف القطر. إذا هذه هي سطح الكرة التي، الدائرة التي تظهر، هذه التي أقوم بتلوينها هكذا، هذه هي هكذا كما استعمل عليها التظليل، يعني هكذا، إلا أنه ثلاثية الأبعاد. هذه هي كما تلاحظون، هي ماذا؟ هي الدائرة. إذن فإن S
يصدر الكرة تقاطع المستوي ب هي دائرة. بما أنها تمر من المنتصف مركزها يصبح نفسه مركز سطح الكرة، لأنه يمر يقسم الكرة إلى نصفين، مركزها جي ونصف قطرها آر هو نفسه نصف قطر سطح الكرة، يصبح نصف سطح الكرة نصف القطر هو نفسه هذا لأنه يمر من المنتصف. يعني يصبح آر كم يساوي؟ يساوي لنا 4 جذر 3. إذا نكرر، بما أن هذه تنتمي إلى المستوي وهي نفسها مركز لسطح الكرة، فيمكن أن نقول مباشرة أن تقاطع سطح الكرة والمستوي يعطي لكم دائرة، إلا أن هذه الدائرة تقسم سطح الكرة إلى قسمين متساويين، يعني يمر منها. يصبح مركزها هو مركز نفس سطح الكرة، ونصف قطرها هو نفسه بكل بساطة. وأتمنى أن يعني يعجبكم الشرح، وزوروا دائما موقعنا الموجود على أسفل الفيديو، يعني صفحة في فيسبوك، ليصلكم جديدنا، وادعوا لنا بالصحة، جزاكم الله خيرا.